مشاهدينا الكرام، ولإلقاء الضوء أكثر على قضية الصادرات المصرية وتحليل لهيكلة هذا القطاع والصادرات المصرية وكذلك كيفية الدفع بها قدما إلى الأمام، يسعدنا أن ينضم إلينا في استوديو النيل الآن الأستاذ محمد سلام، رئيس الجهاز التنفيذي لدعم الصادرات سابقا ورئيس الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وكذلك مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل أول وزارة التجارة الخارجية سابقا. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك فندم. أولا يعني كما لاحظنا في بداية المقدمة أستاذ محمد، سنجد أن الهيكل التصديري بيعتمد بصفة أساسية على السلع المصنعة والصادرات المصرية من البترول والنفط الخام بصفة عامة، كيف تقرأ هذا الهيكل بصفة عامة؟ أولا طبعا المنتجات البترولية لها وضعها الطبيعي في الهيكل، حتى احنا لما بنيجي نصنف الصادرات المصرية بنقول الصادرات المصرية غير المنتجات البترولية. فما يحدث حاليا في مصر بالنسبة للمنتجات البترولية ده نظام عالمي وانخفاض عالمي للأسعار للمنتجات البترولية. أما الهيكل المصري فما حدث من في الخمس سنوات الأخيرة شهدته البلاد من أحداث بالتأكيد لها التأثير المباشر على حجم الصادرات المصرية، وده مردوده بيجي في الفترة اللي احنا فيها الوقت الحالي. يعني في الفترة اللي احنا فيها في الوقت الحالي المفروض ان الهيكل يبدأ ينعدل مرة تانية، بمعنى ان الصناعة اللي هي المواد الكاملة تامة الصنع اللي كان بيتم تصديرها، ما حدث من انغلاق لبعض المصانع، ما حدث من بعض إضرابات العمال، ده كله كان له التأثير المباشر على الصناعات التامة الصنع، وبالتالي لم يستطع بعض المنتجين إتمام صفقاتهم مع الدول الأوروبية، مما أثر في النهاية على مردود أن حصل انخفاض في حجم صادراتنا من هذه المصنعات. تمام. طيب أستاذ محمد، لو حبينا أولا نركز على الهيكل التصديري، يعني ما هي الصادرات التي تتميز بها مصر في الخارج من صادرات بخلاف البترول ومشتقاته؟ أولا الحاصلات الزراعية بتيجي في المرتبة الأولى، بيجي المنتجات الغذائية زي بعض المنتجات اللي هي الخاصة بالمربى وخاصة بالعصائر وخاصة بهذه المنتجات اللي هي برضو قايمة على المنتجات الزراعية، ثم بتيجي بعد كده منتجات المنسوجات والمفروشات، ثم بيجي بعض المنتجات اللي هي خاصة بالجلود، ثم بعد كده عندنا اللي هي منتجات الصناعية اللي تم الصنع بعض الصناعات الصغيرة واللي تصدر في مصر. تمام. طيب أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى حضرتك زي ما ذكرت أن الصادرات الزراعية بتأتي في المقدمة، ولكن هل استطاعت الصادرات الزراعية خصوصا ونحن نسمع عن تنامي لهذه الصادرات بين الحين والآخر، هل استطاعت أن تعوض أو إلى أي مدى استطاعت أن تعوض هذه الفجوة في انخفاض الصادرات على صعيد مثلا السلع المصنعة؟ بالتأكيد الحاصلات الزراعية المفروض أنها كانت تعوض هذا الفجوة في الصادرات المصرية، ولكن ما حدث من ركود عالمي للبترول هو حدث برضو ركود عالمي في المنتجات الزراعية. يعني النهاردة العالم كله بيشهد ركود في المنتجات الزراعية، وبالتالي هذا الركود له تأثير مباشر على مصر وانخفاض قيمة حاصلاتها من الصادرات الزراعية. تمام. ولكن البعض يتحدث أيضا عن أن مصر أو المنتجات الزراعية وحتى الصناعية في مصر لم تستطع أن تقتنص بعض الفرص التصديرية، على سبيل المثال عندما فرضت روسيا حظرا على وارداتها من تركيا لم تستطع المنتجات الزراعية المصرية أن تقتنص هذه الفرصة بالشكل الأمثل. بالتأكيد ممكن يكون هذا حدث، ولكن لازم نعرف أن دخول السوق، عشان حضرتك القصة مش قصة صادرات أن أنا أول الصبح أصدر، عشان أصدر لازم في منتج جيد وسعر جيد وفي سوق يتعود على هذا المنتج. يعني أنا ليه إحنا بنقول إن إحنا لازم ندخل السوق ونحافظ على السوق بتاعنا، لأن لازم توصل للمنتج بتاعك إن يطلبه العميل الأجنبي، يطلب المنتج يتعود عليه، وده الهدف من عملية تنمية الصادرات في مصر، إن أنا مش مجرد إن أنا أدخل السوق لمرة واحدة وأخرج، لا ده أنا لازم أخرج أدخل السوق وأقعد في السوق، عشان أقعد في السوق لازم يبقى المنتج بتاعي جيد، سعره مناسب، وفي نفس الوقت الرجل الأجنبي يتعود على هذا المنتج فيطلبه، بتربي زبون زي ما نقول، ده اللي بيحصل.
تمام. طيب بعض الدول أيضا تحدثت عن أن بعض المنتجات المصرية سواء من الزراعية أو حتى الصناعية بأنها لا تتلائم مع المواصفات القياسية للدول التي تحاول التصدير إليها. من المسؤول عن توضيح المواصفات القياسية للدول التي نود أن نقوم بالتصدير إليها؟ من المفترض أن أي تصدير النهاردة هو عبارة عن تعاقد بين مصدر ومستورد. تمام. والمفروض أن هذا التعاقد بيشمل المواصفات القياسية اللي هو طالبها في السلعة. ولكن قد تحدث في بعض الحالات، ودي زي حالات البطاطس. البطاطس مصدر مصر بطاطس من منطقة معينة اسمها البستيريا، ودي بتصدرها للاتحاد الأوروبي والروسيا. بيحدث بعض الحالات، بعض الحالات ولا تتعدى حالة أو حالتين، بمجرد أنها بتبقى فيها نوع من أنواع العفن البني، هو مش مخالفة للمواصفات، ولكن هي بتبقى مزروعة خارج البستيريا أو المنطقة المطلوب التصدير منها. وبالتالي اللي بيحصل أن الحكومة المصرية بتتعامل معها بشدة وبتعاقب هذا المصدر عقاب شديد لعدم تكرارها، لأن في النهاية هو لن يسيء إلى المنتج بس، لا ده يسيء المنتج المصري بالكامل. صحيح. فإحنا بنحاول دايما نتعامل معها بشدة، وهناك لجنة مختصة بفحص هذه الشكاوي. تمام. طيب في مصر أنشأت العديد من المجالس التصديرية لتنمية الصادرات، زي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للمفروشات واللي هي الأعمال المنزلية وغيرها. إلى أي مدى استطاعت هذه المجالس التصديرية أن تضع مكانا لها وأن تكون مؤثرة في دعم الصادرات المصرية؟ الأول لازم نعرف يعني إيه مجلس تصدير. يعني اولا هذه المجالس كانت تسمى في سنة 98 تسمى مجالس سلعية. وهي الهدف منها ايه؟ اولا الحكومة او الدولة لا يمكن ان تكون تاجر، الدولة لا تصلح ان تكون تاجر، وكانت الدولة بتقوم انها هي بتنوب عن التجار في تنظيم الحركة التجارة، بمعنى انها تصدر القرارات بتاعتها واحنا قاعدين في مكاتبنا، وبالتالي لما تيجي تنفذ على ارض الواقع كان يحدث فجوة بين التنفيذ وبين القرار. فالوزارة قالت ان احنا نجيب مجموعة رجال الاعمال، يبقى المجالس دي الاول هي بتتكون من مجموعة رجال اعمال في القطاع نفسه، في قطاع سواء كان هذا القطاع صناعي او زراعي او منتجات اخرى جلدية او غير بخلافه. يبقى اذا هم اولا المجالس دي عبارة عن مجموعة رجال الاعمال الذين يعملون في هذا المجال، بيعملوا ينتجوا ولا ينتجوا بالضرورة من المصدرين؟ لا من الاول، الاصل الاول منتجين. تمام. الاصل انهم منتجين ثم يعملون في مجال التصدير. لأن حضرتك النهاردة فكرة التصدير اختلفت عن زمان. زمان كانت مصر بتصدر الفائض من الإنتاج، النهاردة ما بنصدرش الفائض من الإنتاج، احنا النهاردة بنصدر بمتطلبات ومواصفات قياسية طلبها الدول الخارجية. بمعنى حضرتك النهاردة لما جاي صدر البرتقال للاتحاد الأوروبي ما بقدرش أصدر البرتقال وهو أصفر، لا البرتقال بيروح الاتحاد الاوروبي هو اخضر، لان هو عايز نسبه الحموضه اعلى، يمكن السوق المصري يرفضه لكن صحيح. السوق الاوروبي بيطلبه. اذا هنا مين اللي يعرف هذا الكلام؟ المصدرين او المنتجين اللي قايمين على عمليه التصدير. تمام. ومن هنا جاءت فكره المجالس التصديريه. تمام. الى اي مدى اذا استطاعت ان تحقق هذه المجالس التصديريه الهدف من وجودها وانشائها؟ اولا الهدف منها بالتاكيد حققت هدف كبير. لما نتكلم على بداية المجالس التصديرية الفعلية مع نشأة صندوق تنمية الصادرات في سنة 2002، اللي حصل ان النهاردة كانت صادراتنا في سنة 2002 تصل الى حوالي من 3.5 الى 4 مليار دولار. وصلنا في عام 2013-2014 الى 20 مليار دولار. إذن هذه ما حدث من تطور هو نتيجة أن هؤلاء الناس خططوا لأنفسهم. يعني هو إحنا مطلوب منهم أن يخطط لنفسه، أنا الدولة دورها بس تنظيمي في عملية إصدار القرارات. يعني هو بيجي يقول لي والله أنا محتاج قرارات تنظم سوق الجلود للتصدير، أبتدي أنظم له، ولكن لابد أن يخطط هو لنفسه ويفتح هو الأسواق لنفسه. تمام. هل هو المعني بفتح أسواق لنفسه ولا في مثلا جهاز التمثيل التجاري؟ إلى أي مدى أيضا من المفترض أن يكون له دور وأيضا بيقتنص أو زي ما نقول بيرصد الفرص التصديرية اللي ممكن تكون ملائمة للمصدر المصري؟ هناك عدة طرق لفتح الأسواق. أولا منها المعارض، والمعارض الدولية، أن مصر دايما بتشترك
في المعارض الدولية، وهناك جزء من تنمية الصادرات من الموارد بتاعته أو فلوس بتروح لدعم المعارض دي عشان أبتدي أشترك في معارض دولية وأعرف المستهلك الأجنبي بالمنتج المصري. دي سوق. في نوع تاني من عمليات التسويق، نحن بنطلع بعثات ترويجية. بعثات ترويجية وبتبقى مستهدفة لدول محددة، ان انا بطلع بيها بمجموعه رجال اعمال حكوميه ولا رجال اعمال التنسيق من لا لا التنسيق اساسا مع رجال اعمال. تمام. وبيتم التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومع بعض نقطه التجاره الدوليه وخلافه، ويطلعوا بعثه ترويجيه، وهؤلاء الناس يبتدي نحضر لهم امثالهم او اقرانهم في الدول اللي احنا مسافرين لها، وبالتالي هم بيقدروا يحددوا معالمهم ويقعدوا مع بعض ويعملوا بعض الصفقات. تمام. طيب الى اي مدى استاذ محمد حضرتك شايف ان سواء الملحق التجاري او المستشار التجاري في السفارات والبعثات المصريه في الخارج بتقوم بدورها؟ بالتاكيد بتقوم بدورها، بس عن طريق التنسيق. لابد ان يكون هناك تنسيق قبل السفر، بان هو يبقى عارف ان في بعثه ترويجيه جايه، بيحضر لها هو الشركات اللي مقارنه للمنتجات المصريه اللي هي ممكن تستورد او تستخدم هذه المنتجات، وبالتالي لو حدث هذا بيبقى في تنسيق كامل.